أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا هي حصة نجيبوا فيها أخصائيين يساعدوكم باش تتعاملوا مع حالات معينة لتربية ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. اليوم راح نتكلموا على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وراح نركزوا على المصابين بالتريزومي 21، يعني بحالة التريزوميا، وكيفاش يقدروا يقراوا ولا ما يقراوش، ونتكلموا كذلك على الزوتيست شوية، ونتكلموا على المعاقين حركيا شوية. كاين أولياء عندهم ولادهم عندهم حالات هكذا ما يعرفوش كيفاش وين يتوجهوا، يا هل ترى هناك مدارس متخصصة ما كانش مدارس متخصصة، هل ترى كاين أطباء متخصصين في هذا الباب هذا. احنا حبينا اليوم ناخذوها من الجانب المدرسي والاجتماعي. إذن يرافقني اليوم الأستاذة تفاحي هنية متخصصة في علم النفس، مرحبا بك مدام. مرحبا بك، تفضلي تفضلي، شرفتينا. شكرا كثير، شرفتينا مدام. معايا كذلك سيد لابري نور الدين متخصص في علم التربية، مرحبا بك. مرحبا بك، شرفنا شرفنا. بارك الله فيك انت، شكرا لك. وكذلك معنا سيدة جيموز فاتحة مرحبا بك، مرحبا بك سيدتي. زيدوا لنا تصفيقة خاصة على اسكندر. اسكندر مرحبا بك اسكندر، واش راك؟ راك مليح؟ سافا. إذن اسكندر مصاب بحالة التريزوميا، مرحبا به. ومستضيف كذلك ككل مرة طفلة هديل 12 سنة، مرحبا بك. روحي بنتي تعالي تعالي. واش راكي بنتي؟ لاباس. لاباس؟ واش من سنة تقراي هذه؟ سنة ثانية متوسط. سنة ثانية متوسط، تحبي ديري الواجبات تاعك المدرسية وكامل لي ديفوار؟ يا مليح. إذا تفضلي في المكتب هذا جبناه لك خصيصا باش ديري فيه الواجبات المدرسية تاعك. تفضلي بنتي، تفضلي. وانتم يا أطفال لازم تديروا الواجبات المدرسية تاعكم كما هذه باش تنجحوا. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص هذا. انا كنت ناول الحالات هذه مثلا التريزومي 21 ولا الاوتيزم ولا المعاقين حركيين وكامل، نتكلم عن جانب الادماج، يعني واش هي بلاستهم في المجتمع، واش هو المكان نتاعهم في المجتمع، سواء عبر القانون سواء عبر المنظومه التربويه. يا هل ترى هاد الاطفال هادو يقدروا يقراوا عاديا ما يقراوش عاديا؟ لازمهم مرافقه مثلا. اذا اليوم جبنا معنا اسكندر. اسكندر مرحبا بك مدام. اسكندر واش راك لاباس وليدي؟ بونجور. بونجور صافا؟ ها طونجو فالا جونيا tu parles là. اروح اسكوزي فالا. فيا مي فوا فيا. اروح وين حبيت تقعد؟ لا اروح اقعد. فوالا نجي لهنا انا ثاني. انا راح نقعد هنا. فوالا بس نقعد قدامي، قعد قدامي. اروح اروح قدامي هنا. واش راك اسكندر؟ صافا؟ ماما عيفات. واش خلي؟ واش نولي؟ ماما عيفات. راك بيان لاباس؟ وي. تقرا؟ تقرا في المسيد؟ تي فا ليكول؟ ماما عيفات. بارل اسكندر، دي لوي. Dis où tu pars à l'école? Tu pars à l'école? Ah, ça fait mal aux fêtes. Tu as mal où? Les fêtes? C'est quoi? Arbillon français. Arbillon français de quoi? Fais-je? Oui, fais-je. Où tu veux t'habiller? Arbillon ou le français? Où je te parle bien? Arbillon. Arbillon. برافو برافو. تقعد هنا، خليك وحدك هنا، نروح انا نهضر معاهم ولا نرجع عندك يا اخي.
وعاد هنا اي برافو برافو برافو. شوفوا اسكندر فوالا، شوفوا اسكندر شحال شاطر شحال شاطر. هذه النقطه على جبنا اسكندر، حبينا نتكلموا على بريزون شارج تاع هذه الحاله هذه. مقبله كنت نتكلم مع الاخصائيين وكامل، قلت لهم هل هناك تريزوميا تختلف عن تريزوميا؟ قال لك لا، قال لك سيتو كاسيون دو بريزون شارج ثاني مهمه جدا. كيفاش نرافقوا الطفل وكامل؟ اليوم رايحين نتناولوا هذا الباب هذا من الجانب الاجتماعي المدرسي، ماشي من الجانب الطبي. ماناش هنا باش نشخصوا هذه الحاله وكامل، حنا اللي يهمنا ولادنا هذو كيفاش يقراوا، كيفاش يقدروا يقراوا، كيفاش يقدروا. وماذا بينا التجربه تاعك من بعد تعطيها لنا مدام. اذا مدام هنيه، على بالي باللي في اطار العمل تاعك وكامل كاخصائيه نفسانيه، كيفاش تشوفي حاله التريزوميا هذه؟ ماذا بك تكلمينا عليها، يعني الحالات اللي صادفتك، وتكلمينا شويه عن نفسيه الاولياء ثاني، لانه نظن حاجه مهمه جدا. شكرا استاذ يزيد على هذه الاستضافه والسلام عليكم. بالنسبه لحاله تريزومي 21 هي باللغه العربيه متلازمه داروين رقم 21، وهو ان الحدث يعني الاعاقه وقعت في رقم 21. بون حنا ماناش اطباء اكيد، معليش حنا نشخصوا يعني تشخيص، ولكن حاله نعرفوها كروموزوم 21 كروموزوم 21، ولكن الحاله حنا هذه اللي نعرفوها، وحنا كاخصائيين نفسانيين ستادير لو رول تاعنا حنا كيفاش دخل عندنا مصلحه الولاده. ديكو طفل يزيد على نيسونس يدكوفير باللي سي اون تريزومي 20 تريزوميك فوالا. لو كارني دو فاكسيناسيون سور بلاس يمونسيوني واش كاين اللازمه، ومن بعد نتم تكون اول صدمه. صدمه يعني ما نتمناها حتى لواحد، يعني صدمه شويه كبيره. فوالا كيما يقول لك اللي جرب هو في الكبده ديالك، يعني شي صعب. اول صدمه راح تكون هي اول نظره، ما ننساوش هو اول نظره الام للطفل اللي راهي تسنى الطفل فوق الصدر تاعها، وبعد غير ترفدوا مباشره هنالك ملامح يعني مذكوره، تقدر هو اجتياد العينين، الانف، الى غير ذلك. مباشره الام تقدر تعرف مباشره يعني المولود اللي زاد عندها. احنا هنا يدخل الدور تاعنا مباشره، ناخذ الام ب اون كونسلتاسيون بيان سور بسيكولوجيك، ناخذوها اون بريزون شارج بلوس لو بابا، لان هذا الشيء كيف كيف كيفاش راحين يتعاملوا معاه، لان لو تريزوميك راح يكون عنده دي روتار في كل حاجه، سواء كيما نقولوا في لو بروميي سوغي تاعو، لا بوزيسيون داسيس، لا مارش، لو لونغاج، اكسيتيرا. حنا لازم نهيئوا الام بان هذا الطفل ماهوش راح يكون عادي باش تتقبل هذا الوضع ديجا. من بعد مادام راهي لازم تفهم بلي فوالا هاد الام بلي المادام ممكن خلاص هي تعودت، يعني حتى ورانا نحكيوا لها وكامل بصح خلاص، يعني نهضروا على الام الحديثه اللي راهي تتعرض فوالا. اول نظره لطفلك وهو نقدروا نعتبروا الام الله يبارك هذه كمثال باش كي يشوفوها الامهات واحد اخرين يعرفوا بلي تجيبوا ان شاء الله كيما اسكندر بالضبط على الاقل فوالا. هذه كامل نقدروا نكتشفوها في سن 3 سنه. الادماج باغ اكزومبل ما نروحوش الادماج غير طفل في الاسره برك كاين فرق بالضبط، يعني ادماج اجتماعي يعني قبل ما نوصل الادماج المدرسي. والشيء الملاحظ ان هناك امهات كي سو كولبابيليز عندهم، تقول لك باغ اكزومبل في اللاج 40 ولا 50 كون ميم سيتي مون ديرني، نقدر نقول لهم ان تريزوميك يقدر يكون هو الليني بالضبط بالضبط فوالا، باش يعرف ان الانسان انها مقادير بالضبط. ربي سبحانه كل واحد واش كتب له في هذه الدنيا، واذا كاتبه لك سوا في الاول ولا في الاخر، المهم الانسان انه يكون راضي باش يبدا هذا المشوار الصعب. شكرا شكرا استاذه، شكرا شكرا. شكرا 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 استاذه، شكرا. سيده قيموز نشوفوا الله يبارك اسكندر فريمون، راني فرحان، راني فرحان بزاف كي نشوف طفل بري اون شارج هكذا، يعني كيفاش راكي متكفله به تو. يعطيكم الصحه. حبيتك لو كان ترجعي ست سنين للوراء، ست سنين للوراء تكلمي لنا شويه، على بالي بلي ماهيش حاجه سهله، ولكن كيفاش تقبلتوا الوضع انت وزوج الكريم؟ يعني كيفاش سيتي ديفيسيل جو سوي سور بلي حاجه صعيبه، ولكن كيفاش تقبلتوا الوضع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دابور جو ريميرسي دو الله يسلمك. مرحبا بك مدام، مرحبا بك. داكور بيان سور او ديبي على لا نيسونس كانت حاجه بيان سور صدمه
صدمة مش ليا برك، مي كانت صدمة للعائلة، العائلة كاملة، كل العائلة الصغيرة ولا العائلة الكبيرة، حاجة ما تكونش تسنى فيها. بالضبط بالضبط. من بعد كي عرفنا بيان سور بوجود لونج سكندر، حنا نقولوا له لونج سكندر يعني سان لونج سي فري وي، دونك كي عرفنا بيان سور سان لونج اول حاجه نلجؤوا للرب سبحانه، يعني نشكره ما نقدروش حاجه كيما هذه راح نرفضوها لانه سبحانه. ربي عطاها لنا ولازم نتقبلوها بيان سور. ندخلوا دابور في شغل انا نقولها غيبوبه، انا دخلت فيها لاني اول حاجه كنت نخمم كيفاش راح نواجه المجتمع بسكندر. بالضبط، باسكو اول حاجه كنت نقول كيفاش لا كان ان انفون اوردينير، ما جي با ان انفون نورمال، باسكو ان انفون اوردينير كيفاش راهو صعيب باش نربيه. بالضبط بالضبط. وكيفاش يكون التربيه تاع ان تريزومي 21 بعد حنا كوش نولوا حنا دي زيكسبير، نولوا حنا اللي نحوسوا لي بارون. هذا هو المشكل، التوجيه. معليش معليش خليه يلعب شويه، حنا اللي نولوا بيان سور نديروا لي ريغيرش تاعنا، سي توت لا فامي كي ايتي انكلو دون في هاد بيان سور، سي توت لا فامي دو كوتي باترنيل ولا دو كوتي كامل تو لو موند، تو لو موند سانز اكسيبسيون، لي زامي بيان سور، اون اي لو سوتيان دو تو لو موند. اسكو كاين جمعيات؟ ما نكذبش عليك يزيد، يا يو دي باغ اكزومبل اطباء هكذا وين يعطيوك شغل هكذا دي جيف، شغل دي شوك. Eh? Par exemple, j'ai rencontré un médecin que je ne cite pas le nom. Non, non. Il m'a dit, quand j'ai pris Skandar pour une consultation, il m'a dit, « Hadou, d'abord, ils s'appellent Hadou, Chériha, Chériha, Hadou, ma... » عندهم نوعيه خاصه شو نقص لهم القيمه تاعهم ولا اكزاكتومون الوغ كان كلمه هادو نو رانا رانا كامل هادو ما راناش رانا كاع سيرت سيرت سون ديفيرون ماشي راح نحيوهم لا ديفيرونس تاعهم. هذا المشكل تاع ذوي الاحتياجات الخاصه كاع مدام، يعني سون ديفيرون اوني توس ديفيرون لان دو لوتر. بالضبط بالضبط. على كل حال ربي خلقنا كل مختلفين سبحانه. معليش ربوهم هكذا برك. ايه سما دون طون كان ميدسان كي قالها لي هكذا ما نكذبش عليك جافي با لو كوراج دو ريبوند. انا لا درتي مليح. كونت اون ريبون با واش يصرى من بعد؟ يصرى اون ديبريم. اكزاكت اكزاكت. اون ديبريم اللي ما نخرجوش منها اون طون كو بارون دان تريزومي 21 ما نخرجوش منها، نقدر نقول لك مده شهر. داكور. وانا مده شهر هذيك واش تجيني؟ تجيني شغل راني نعطل في نفسي او ليو كو جو موكيب دو مون انفون. بالضبط بالضبط. من بعد واش نديرو؟ من بعد حنايا سي ان نو دو سو بخوندر اون شارج، سي ان نو دو سو بخوندر اون شارج. باش نقول لك اون ايو لو سوتيان دي بسيكولوج اي تو سا، مي لو بلوس سي نو ميم، سي لي بارون. Entre nous, بالضبط. les parents de trisomie 21. Oui, mais je sais là, bien sûr. Sur... Ah, je veux dire place. Non, c'est pas la situation. Continue. Après, après. Question. J'ai pas de mal. Tout à l'heure, tout à l'heure. Classe. Tout à l'heure. Yallah. معليش نقعد قدام ها اروح قدام فيلا عندي ماي فيت انجلي سكندر دير لونجلي ثاني اروح قدام اروح عندي هكذا فوالا اون بعد بيان سور ابري ما نبكي وبيان سور سي توت افي نورمال والبكاء مش راح يفيدنا نبداو بيان سور لازمنا الاج دو كي كان سكندر اون اني قدره من عند رب سبحانه الى كومونسي ا دير سي برومي مو ا اون اني بدا يهضر الحمد لله ا اون اني لا برونونسي لو مو برافو باسكو تيلمون كون لو حنا كنا نحفزوها شاك فوا اون ديزي لو مو برافو 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 شاك فوا كيل فيزي كيك شوز حنا اون بريتي با اتونسيون ا لوي سي ا لوي وحدو ينوض يصفق ويقول لنا برافو سادير ومن بعد بدا ينطق اسماء بيان سور خواتاتو هديل وسيرين ومن بعد باغ لا سويت بيان سور كملنا لا بريز ان شارج مع اورتوفونيا و بسيكوموتريسيتي وما كان الجمعيات ما كان الجمعيات لي زاسوسياسيون اسكو ما نكذبش عليك جامي اندمجت الجمعية ما نعرفش ما حوستش ما نعرفش واش راح تمد لي الجمعية سكولاريتي جوستومون انا عرفت بلي اسكندر يقرا في مدرسة عادية يقرا في مدرسة عادية انا هذه اللي جوستومون انايا ما نكذبش عليك او ديبي كنت نقول بلي اسكندر لازم يروح دون كلاس سبيساليزي ومن بعد خممنا قلنا بلي احنا راح نحطوا ان اونفون
trisomique avec des enfants ordinaires, منه هو راح يربي يربي ثاني les autres enfants ordinaires à ne pas regarder cet enfant en tant qu'un enfant different. Qui est différent. بالضبط. وان ميم طون هو راح يندمج يندمج بسرعه مع المجتمع وراح يوالف بنفسه كمختلف ما بالنسبه لل برافو 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 كل برافو ماما برافو فوالا خليتي من بعد يجي الادماج المدرسي الحمد لله الى ايتي بيان اكوي سي تري امبورطون سي الام الثانيه المدرسه اللي استقبلته الام الثانيه اللي استقبلته كانت الاستقبال هو اللي تري امبورطون خاطش علاش كيعود المدير يستقبلك ديجا ويعطيك لي فو فير دو رامني تي افياس افياس هي سي اون بيرسون اللي عندها بيان سور ركائز على لا تريزومي 21 كون لا بلاس افيك لونفون باش تعطي له شويه دو ليد شو تحفزه باش يزيد افو فري وي افو فري انا هذا هو نو باش نقول لك يعني مديره المدرسه وين راني حابه دير دي فورماسيون بور لي ميتريس تاعهم اون تريزومي 21 بور لوتيزم بور لا بور لي زونفون هايبر اكتيف ماذا بها دير هكا باسكو حنا نكونوا اساتذه بصح ما نكونوش اساتذه اللي رايحين اللي عندهم نظره على لا تريزومي 21 مثلا انا كي ديتو في الاول ما نكذبش عليك ماشي انا راح نوري لها ولينا انا وياها انا والمعلمه تاعها نخدموا كيف كيف وندرسوا كيف كيف سوغ انترنيت كيفاش رايحين نوريو الاسكندر مثلا كيفاش يكتب رقم واحد بالضبط بالضبط ما تكونش بنفس الطريقه هو هذا هو هذه المرافقه هذه اللي انا شفتها في 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 بعض الدول يعني الغربيه وكامل هي على كل حال هو موضوع حساس موضوع حساس تاع المرافقه وكامل لابري نور الدين واش رايك وانت تشوف انت تكلمت معك من قبيله 39 سنه وانت في التعليم ما صادفتك ولا حاله تاع تريزوميا ودرك راك حاضر معنا في بلاتو وكاين طفل متمدرس في مدرسه عاديه نعم. واش هو احساسك؟ شوف والله العلي العظيم انا كل التقدير وكل الاحترام الى ام اسكندر السيدة قيموز السيدة قيموز وإلى والديه وإلى كل الأسرة أسرة كبيرة وصغيرة وقفوا معهم على ما يقومون به هذا ابتلاء من الله عز وجل سبحانه ليمتحنهم مدى قيمهم بهذه المسؤولية العظيمة ربي يرزقك بالبنين والبنات لكن ما هو الشرط يكونوا سالمين لكن باش يجربنا وشوفنا هذا امتحان امتحان سبحان الله هذو سبحان الله. انا نقدرهم كثير 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 كما سي يزيد كذلك كل تحياتي الى الأسرة التربوية لهذه المدرسة العمومية بالضبط بالضبط التي يعني شجاعة نعم شجاعة كبيرة نعم هذا أنا سمعت كلامك هو الكبير كبر سمعت كان في إيكول بريفي يعني في مدرسة خاصة ما نذكرش الأسامي وكامل كاين واحد أن بارون يعني أب لطفل عنده حالة تريزوميا وين لي بارون يعني الأولياء كامل تحاماو قالوا للمدير قالوا له كان هذا الطفل هذا ما تخرجوش من المدرسة حنا نخرجوا ولادنا نعم يعني باش تشوف نعم. حتى الإنسان ربي يهديه يعني باش تشوف انا النهار حكى لي هذاك ولي الامر باش نعرف مدام اللي سمعتي بها ولا لا يعني شيء ما عندوش يعني في قمه العلم في قمه يزيد اسكندر بصح راهو في مدرسه خاصه وما نذكرش الاسم بس قبالك ما عنديش دروان نذكر اسم مش يعني سي با فاسيل باش نحطوه في مدرسه خاصه توت ان بونسون بيان سور ا سو كي نون با لي مويان بور ميت لو زونفون بالضبط انا ما كانش عندي لو شوا باش نحطوه في مدرسه عموميه ولا خاصه جات اوازار حطيته في مدرسه خاصه يعني جات اوازار ماشي يعني حبيت بالسيف نحطه في مدرسه خاصه ولو كان يكون عندي لو شوا باش نحطه في مدرسه عموميه لما لا لو كانت تكون المدرسه العموميه توفر لاسكندر واش يوفروه لا بصح حتى هذه المدرسه الخاصه هذه العاديه يعني سينيكول اورديناير هذا هو الشيء اللي نتكلموا عليه يعني
مادام راه في مدرسه عاديه معتمده, معتمده انا بالنسبه لي ما كانش فرق يعني يعني سيدي كوراج يعني شجاعه كبيره. ونجدد التحيه اللي قدمها السي لابري لهذه الاسره التربويه تاع هذه المدرسه. يعني نقدروا ما نسميوها واسمها المدرسه هذه مدام؟ مدرسه الإجليسين. مدرسه الإجليسين نحيوهم نعطوهم تحيه احنا كبيره يعني ماشي شجاعه, شجاعه كبيره. بالك حتى مقبله نتكلم لك هذا ولي امر حط وليده في مدرسه خاصه, جو الاولياء قالوا له هذا ما يقراش مع اولادنا, يعني شوفوا فيه كانسان مختلف مختلف. صح. انا نقول هذه في اشد القسوه, في اشد القسوه. وبالك رانا هنا اليوم ناس يسمعوا فينا ممكن قلوبهم يعني لازم القلوب تاع الناس, لازم القلوب تاع الناس ترحم. تفضل. امثال اسكندر, امثال اسكندر لازم نعرفوا كلنا بانهم مواطنون جزائريون, سي سون دي سيتويان. ولادنا ولادنا يعني في كاش فرق كاش فكاش. لابد كل واحد في مسؤولياته, في كل واحد في المنصب بتاعه, حتى الشعب حتى المواطنين العاديين لازم يعرفوا بان هذه الفئه هي من ابناء هم ابنائنا. نروح جي عندي سيدي. هم ابنائنا. والدستور الجزائري نتكلم دوك شويه على القانون, الدستور الجزائري يضمن حق التعليم لكل ابناء المواطنين الجزائريين وما قالش الا بالضبط. اذا فهو حق قانوني. انا يعني نتكلم على المدرسه العموميه وحتى البريفي, لان المدرسه لا الخصوص البريفي هذه تتبع نفس القوانين تاع الدوله, يعني خاضعه لنفس القوانين. اذا ننجم نقول بانه الطفل تريزومي عنده حق باش يدخل للمدرسه العاديه سواء كانت عموميه او خاصه. ولكن ولكن اولا اولا انا 39 سنه او اكثر شويه لم يعني اعيش, لم يسجل عندي في المؤسسه اللي كاستاذ او كمسؤول على مؤسسه تلميذ عنده هذا هذا الحاله هذه. نجم نقول ما نقولش يا للاسف, نقول الحمد لله, لانه الحاله هذه قليله شويه, ما راهيش بكثره بكثره, مش عارف الان ما عنديش الاحصائيات, ولكن او ربما في المحيط اللي كنت فيه اما ما كانتش حالات هكذا, واما كانت حالات والاولياء ما جابوش ولادهم يسجلوهم في المدرسه. يعني وحده بالك يقول لك راح ما يقبلوش, يعني في هذا امل وحده ممكن يعني اما ممكن. يقول لك ما يقبلوش, واما واما كان يخاف حتى على وليده باش يحطوا في خطر. هما حساسين على بالك, هما عندهم واحد الاحساس. انا شفتهم تعاملت معهم بزاف, يسون تري سنسيبل, يعني اي حاجه ممكن هي لازم اون اسيستونس. على كل حال لازم مرافقه. نعم لازم مرافقه, شي مفروغ منه. ما تقدرش وليدك تيزوميك تحطه وحده مع تلاميذ هكذا ويقرا نورماليتو, ما وصلناش هذا الشيء. بيان سور مدام تفضلي. الحقيقه خديت الموضوع جانب ذاتي يعني لدرجه 100%. أظن أن أكون شوية موضوعية, جبت روحي شوية من عندكم. الوالدة حطت الطفل في إيكول بخيفي معليش, لأنها قالت يعني أنا في با لو شوا, فهذيك تخيها شغل هذاك واش لقيت. يعني شكون تحولها بزاف البيبان كانت تخير. كاين حوايج ممكن ما انتبهتوش ليهم. أنت خيزوميك معليش حطاتو دون زان إيكول بخيفي ولا إيكول نورمال. المهم حنا لو كان ناخذوا هذا الطفل ونديروا له لو بيلون سيكولوجيك, يا هل ترى لو بيلون تاعو راح يكون كما الطفل العادي عمره 6 سنوات؟ يا هل ترى نتحصلوا على عمر عقلي 6 سنوات؟ لا لا ما يكونش هذا, مفروغ منه مفروغ منه عنده. يعني ديجا حنا نلقاو يا ديجا ان بتي غوتاغ. هكذا الوالدة على حسب الرأي تاعها, وانا نحترم الرأي تاعها اكيد, وما تزعفيش على واش راح نقول. لا يعني لا بالعكس, انا بالعكس كافتراض مدام. مني فقط بالعكس يعني معليش تاخذي رأي واحد اخر, كيما نقول لك معليش ندو حاجه غير المليحه ونشوفوا شويه حاجات واحد اخرين اللي يدونا احسن. يعني الطفل انتريزوميك, انا جو بريفير ان انفون تريزوميك يقرا مع اطفال كيما هما اللي عندهم مدام نفس هذه ماذا بينا. هذه هذا ليس مرض, لانه احنا ننطلقوا مع انتريزوميك ليس مرض.
وليس عاهة بل هو حالة. حالة 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 لازم نتكفلوا بها. أكيد هما المدارس المختصة. نعم هذا هو حالة نتكفلوا بها. كي يكون حالنا نتمنى كو في ليزيكول تاوعنا عادي دي كلاس سبيسيال يكون عندنا دي كلاس سبيسيو نحطوا ان اوتيستيك مع لي زوتيستيك ان غوتار مونتال ان تريزوميك. معليش لأن هذا الطفل أنت راكي السنين مازال ما بديتيش تحسي على 4 سنين 5 سنين 10 سنين اسكو راح يلحق لو ميم نيفو كيما ان نورمال. لا 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 امبوسيبل دافواغ سا. راح ندخل في مكانها لاني عشت معاهم بزاف لي تريزوميك ولاو صحابي اولياء فوالا. معليش استاذ يزيد ما عندهمش الاختيار. استاذ يزيد حنا كتجربه حنا كتجربه شفنا دي تريزوميك قل منه شفتهم تاع 40 يوم الى غير تابعنا مع 10 سنوات يديروا لي بارون كامل لي زيفور تاعهم يعني الله يبارك. حاجه اللي نلقاوها فيهم كي نفرقوا كاين شاطر بزاف كاين لي انتيليجون بزاف بالضبط. ترجع لوين واش انجيكتاو لي بارون فيهم بالضبط. لا بريزون شارج هذا واش حبيت لا بريزون شارج كيما دوك شفنا اسكندر بالك نجيبوا واحد اخر يختلف تماما يختلف تماما تماما وعنده نفس الحاله تاعو. استاذه حبيت نسحسيك. نعم فو تروفي يعني كي باغ اكزومبل حنا نحطوا اسكندر افيك دي زونفون اوردينار. Est-ce que vous croyez que moi, par exemple, je cherche, est-ce que j'enlève la différence de Skandar Hanhiha Kinhata? Non. لا لا بصح مادام ماشي راح نحيو لا ديفيرونس ما نحيوهاش جوستومون. مثلا وكان صبتي بلي كاينه اون كلاس سبيسيال كنتي تروحي ليها. يزيد لا كلاس لا كلاس سبيسيال ما نكذبش عليك كنت تقول لي على الجمعيه. انا نقول لك الجمعيه واش دير الجمعيه انت اللي ديرها اون طونك بارون انت اللي تخدم افيك تون انفون. Ça veut dire qu'un qui est étouffé dans une école privée avec les enfants ordinaires. Mais mon enfant il va être au même niveau qu'un enfant. C'est pas possible. Il a un chromosome de plus. Il a une déficience intellectuelle. Je le sais. Hadi, on va nkdbou ala nfsna hadi. Allah ghalb hadi mdha lna rabbi subhanahu shnou hnaya. مش راح نحيو لا ديفيرونس مي اون ايسي كومون دو ترافاي افيك افيك نو زونفون لو بلو نورمال بوسيبل. مش راح نحوسوا ان اسكندر يوصل افيك ان انفون اوردون لي نون هادي سي لوين دو سا. المطالب نتاع الاولياء وكامل هي ان ولادهم يروحوا للمدرسه دوك باي طريقه. جوستومون مدام مليح واش تمنيتي نتمناوه كامل معك عندك الحق حبيتي تحطي توفري له نديروا له الحمايه وراكي على بالك من الانطلاقه الاولى بلي ما حاش تروحي بعيد. أكيد علاش ما نروحش بعيد؟ لا لا أنا عندي نروح بعيد بربي إن شاء الله. إن شاء الله معليش اختاري من الرأي تاعك. اللهم اجعله آية من آياته. سبحانه حنا نطلبوا الرب سبحانه توجور يعاوننا. حنا نشيرش الي لوان. يا دي تريزومي كي سونت أريفي الي لوان بوركوا با سكندر. نظن لا لا مادام أنا خممت عليك استاذ أنا قلت اللي تقعدي أنت وحدك وباباه كي ندخلوا مختصين واحد آخرين يعاونونا أكثر. مانيش وحدي يا آلاف آلاف تاع لي بارون تريزوميك كي سون أوسي أوبتيميست كو موا إي سون بابا. يا كاين مئات والمئات في الموند اونتي كي سون تعرفوا ناس عندهم ولادهم يقراوا في ليكول بيان سور كاين بيان سور يونا بوكو. وهذوك لي كلاس سبيسيال اللي يديروهم الجمعيات وكامل واش هما هاد لي كلاس؟ سمعت بهم اللي كاين دي كلاس سبيسيال يديروهم الجمعيات والله ما عنديش يعني كاين جمعيه وطنيه مثلا دير كاين باغ اكزومبل اون ايكول ايكول اشيراغا كي سوكوب دو تريزومي 21 سي اون تري بون ايكول موفره موفره مدرسه الف اكزاكتومون مدرسه تماني موفره عندهم لي زورتوفونيست عندهم يعني متكفلين بهم. هذا واش نعرف يعني سي لا سيل ايكول رحت لها ورحت درت لهم حفل اخر السنه العام اللي فات يعني شفت دي تريزوميك سي فري كيما قالت الاستاذه يختلفوا من يختلفوا متفاوتين يتم تشوف كما قالت هي واش زرع الوالد يعني ولا الوالد يعني لي بارون واش زرعوا ولكن عمل تشوف لونفو اللي ايبانوي باسكو لو بارون واش يحب ماهوش يستنى ولدو يحب ولدو يكون كما الاخرين باسكو هذيك السعاده نتاعو كي يروح يقرا كي يتعلم حاجه يبدا يكتب يبدا يلون يبدا يعني اوتونوم. هذا هو بالك يحوسوا على الاوتونوميه صح يا زيد. حبيت نقول لك ميم في يعني في لي جون اوردينار دون اون كلاس اوردينار ويا با دو تريزومي 21 كيفاش تكسبليك كومون اكسبليك كو كيلكا ا 10 دو مويان كيلكا 14 كيلكا كي هادو ما نختلفوا. لا لا بالضبط بالضبط سبحان الله. كيما في لا تريزومي 21 يختلفوا من واحد لواحد ونقدر نقول لك باللي باش نقولها باللي صح
راهي تقول لي باللي باش ما تخميش بعيد، انا نخمم بعيد باسكو موا افيك مون اكسبيريونس ا ليكول بريفي اللي راني فيها مون انفون يعرف حوايج كو ان انفون اوردينير ما يعرفهمش. اتوكا موضوع طويل، نعاودوا نترقلوا مره اخرى ان شاء الله، هذا وعد، لانه ادماج ولادنا، لانه الاولياء يحبوا ولادهم يقراوا، يحبوا ولادهم يقراوا ويحبوا العلم، يحبوا العلم، اذا ماذا بهم يقراوا وماذا بهم حنا، ماذا بينا كاع الاولياء اللي ولادهم عندهم راتيزوم 21 يحاولوا يديرهم في ليزيكول بريفي ويحاولوا يرافقوهم سورتو ويعطوهم الحنان اللي لازم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تقدروا تتابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استناونا في الحلقه المقبله، سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحه، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحه. من حق الطفوله صحه، علم وحب وحنان، حب وحنان مسؤولة حقها.